اول حاجه لازم سلك فوق، ايوه ولا سلك هذا يعني ثاني شيء هذا شبكه. عالم الشبكة كله يجي هنا، ايوه ايش هذا موجود لنا ايوه هنا كله يجي طيب بعد انت هذا هو ده صح؟ ايوه ايوه اه ايوه ايوه هذا بس موجود ممكن تعني فيه شوف انت ايش هذا تايم ابشن سوي كونكت باسورد. سوي هنا باسورد هذا شوف باسورد هنا حط باسورد هنا نكست. نست هذا ايش نست نكست على طول؟ يبغى احط باسورد هنا كم؟ لا لا هذا سيم سيم هذا بس ما في تاني بس سم سم نفس الشبكة أول؟ ايوه خلاص ما مشكلة سوي. يبغى اسم غير طيب هذا اسم شبكة كله يجي سيم سيم خلاص ما مشكلة هذا عادي. في سلك ركب ده بقى خير ركب تاني باسورد تاني شبكة ليش هذا اعطيك هيبي بس هذا اول ليش موجود الشبكة كله اعطيك هيبي بس نكست فينيش. ها الشبكة ايه شغل هذا ايوه ليش سلك ركب شغل ها اذا نشيل هذا ليش شغل خلاص الحين شغل هذا بس شيل سلك صغير كم سرحيل هذا أول يجي كل ما يجي ايه صح؟ ايه صح صح سوي كم سوي كنترول هي يجي الحين.